يعطيكم العافية، معكم رؤى بسام من فريق الكاسات. إن شاء الله بهذا الفيديو بدنا نشرح عن داتا ستراكتشر جديد واللي هو الستاك. الستاك فكرته إنه الفيرست إن لاست أوت، أول واحد بدخله على الستاك آخر واحد بطلعه، تمام؟ بدي تتخيلوا الشكل كأنه عندكم كرتونة، وهاي الكرتونة حاطين فيها كتب فوق بعض، فإنتوا ما بتقدروا تشوفوا غير الكتاب اللي مبين لإلكم اللي محطوط أول إشي، تمام؟ باقي الكتب علشان تشوفوها لازم تطلعوا الكتاب الموجود بالأول، أوكي؟ أو مثال تاني بيعطونا إياه الدكاترة دايما، واللي هو إنكم تكونوا حاطين سيديات فوق بعض مثلا، وبدكم تيجوا تختاروا سيدي من هدول السيديات، فإنتوا ما بتقدروا تشوفوا غير السيدي اللي موجود على الأول، على أول إشي يعني، وحتى تشوفوا باقي السيديات لازم تطلعوا هذا السيدي، تمام؟ هلأ خلينا نعمل بس مراجعة صغيرة للستاك، بعدين رح نبلش نبرمجها ك لينكد يعني لينكد ليست ستاك تكون، اوكي. اول اشي بدنا ناخذ الاوبريشن. ايش هي الاوبريشن اللي بنعملها على الستاك؟ اول اشي البوش، بوش اني انا اضيف على هاي الستاك، اد للتوب، اوكي. تاني عملية اللي عندي اللي هي البوب، اني اجي احذف من هاي الستاك، طبعا برضو بحذف مين؟ البوب اللي موجود عندي اول اشي اللي انا شايفته. العملية التالتة اللي عندي اللي هي توب، اني انا ارجع الالمنت الموجود على التوب، اوكي. برضو ايش بيكون الالمنت اللي مبين عندي، تمام. ناخد اكزامبل ونجرب نشوف عليه، نراجع فيه المادة شوي. لو حكيت له عملي بوش للخمسة فرح يدخل لي اياها اول اشي، تمام. فحاليا التوب عندي هو الخمسة. لو اجيت بعدين حكيت له بوش للثمانية فرح يدخل لي الثمانية وتصير هي التوب. فلو حكالي اكس تساوي التوب، التوب عندي هو ثمانية فاكس تساوي ثمانية. بعدين حكالي بوش تنين الاكس، تنين في ثمانية 16، فرح اعمل بوش للستاش وتصير هي التوب. فحكالي واي تساوي التوب، يعني واي تساوي 16. حكالي بوب، بوب يعني طلعي التوب اوف ستاك، اوكي، اللي هي 16. بعدين حكالي بوب كمان مرة، برضو رح اعمل بوب للتوب، مين هو؟ 8، تمام. بعدين حكالي اكس تساوي التوب، مين التوب عندي؟ اللي هي 5، فاكس تساوي 5. بعدين حكالي بوش 2 واي، هاي واي 16، 2 في 16 32، فرح اعمل بوش ل32 وصارت هي التوب. فلو حكالي سي اوت اكس واي توب، اكس 5 واي 16 والتوب 32، اكس 5 واي 16 والتوب 32، تمام. هلا خلينا نشوف كيف بدي اعمل بوش على هلا هاي كانت بالكونتيجوس اللي ورا بعضهم، اوكي. لو بدي اجي اعملها على شكل لينكد ليست كيف راح تكون؟ طبعا احنا بالستاك كونه بيدخل عندي من جهة واحدة وبيطلع من جهة واحدة، اذا راح استخدم سيمبلي لينكد ليست، تمام، لانه ما بامكاني اتحرك بين اللينك اروح وارجع للالمنت، تمام. فراح استخدم سيمبلي لينكد ليست، تمام. فاول اشي بدي اعمل البوش، فعندي هاي اللينكد ليست وعندي التوب واقف على الالمنت الاول، توب اوف ستاك، اوكي. لما اجي اعمل بوش شو بدي اعمل؟ بدي اعمل النيو اليمنت، النكست الها هو التوب، وبعدين مين بيأشر عليها؟ بيأشر عليها التوب، حافظ عنوانها التوب. فبصير عندي الكود كالتالي، نيو نود فيها الاليمنت وفيها النكست الها هو التوب وبعدين بيأشر عليها التوب. طيب احنا مش دايما لما كنا نيجي نعمل اد كنا نعمل امتي ونون امتي وهذا الحكي، بس هلا هون انا ما عم بستخدم هيد وتيل تو بوينترز، عم بستخدم بوينتر واحد بس واقف على اول نود، لذلك انا ما بحتاج اعمل اف ستيتمنت، اوكي، وافصل ما بينهم، لانه بس في كل الحالات اللي راح يتاثر عندي هو بوينتر واحد واللي اسمه التوب، اوكي. الحاله الثانيه او العمليه الثانيه اللي عندي اللي هي البوب. هلا البوب عندي هون في حاله كانت امتي فهو بدي يحكي لي انه يعني انت عم تعملي عم تحذفي غلط، في حاله كانت مليانه وبدي احذف التوب اول element، فشو بدي اجي اعمل؟ بدي temporary pointer واقف عند اول node، تمام، وبدي اخلي التوب يتحرك يروح عند تاني element، وبعدين بدي اعمل delete لهاي النود. فبصير كالتالي، node بعرف temporary pointer واقف عند التوب، بحرك التوب لتاني element، وبعدين ايش بعمل؟ بحذف هاي النود. هلأ خلونا نبرمجها. النود عندي معرفة زي ما بتتعرف بالسمبلي لينك ليست. اللي بيفرق الستاك عن السمبلي لينك ليست هو انه انا ما عندي اد لاست وديليت لاست، تمام، عندي بس اد فيرست وديليت فيرست، اوكي، اللي هم انا مسميتهم هون بوش وبوب، تمام. فبدي اعرف عندي كلاس اسمه ستاك، اوكي،
وداخل هاد الستاك بدي أعرف بوينتر اسمه سوري بوينتر نود راح أعرفه نود اسمه توب. اوكي حطيته دبل بي عشان راح أعرف اللي هو فانكشن اللي اسمه توب. وبالبوبليك بدي أعرف أول إشي اللي هو الكونستراكتر عشان يعطيني initial value للتوب. بدي أعرف اللي هو البوش. البوش فيها إيش؟ بدي تستقبل الداتا. طبعا عندي هون البوش ما إنها بس راح تضيف فأنا بس راح أخليها void. تمام. طيب عندي كمان اللي هو function البوب. البوب ما رح يحتاج انه ابعت له اشي بس هو بده يحكي لي انه يعني بده يرجع لي بوليان فاليو. ليش؟ عشان ممكن احكي له احذف وما في اشي يحذفه. كمان عندي اللي هو function التوب. function التوب رح يرجع لي الاليمنت فبده يرجع لي انتجر فاليو اسمه توب. وايش بستقبل؟ ما بستقبل ولا اشي، هو بس بده يرجع لي الفاليو. طيب ناخدهم ونعمل لهم implementation هلا. نروح هون نعمل include للفايل. تمام هيك list أو سوري مش list هي stack. الستاك بتعطيني initial value للتوب واللي هي التوب شو تساوي؟ زيرو. البوش عندي هون بس احكي له انه هي ستاك. تمام البوش شو حكينا انها راح تعمل؟ التوب يساوي new node في element والتوب. التوب يساوي new node في element والتوب القديم. تمام البوب عندي اللي هو هون عندي ستاك هلا هون عندي حالتين اذا كانت فاضية يعني اف التوب يساوي زيرو فهو بده يرجع لي فولس انه انا عم بحذف اشي مش موجود. تمام هون يساوي يساوي. تمام else بدو ايش يعمل؟ اول اشي بدو يعرف لي temporary pointer واقف عند التوب يحرك التوب ويحذف temporary pointer او النود اللي بأشتغل عليه temporary pointer. فنود t يساوي التوب بعدين التوب يساوي top arrow next عندي هون توب. اخر اشي delete t هيك حذف لي النود وبعدين return true. تمام عندي function التوب. function التوب برجع لي top of stack فبس ايش بده يعمل لي return للتوب arrow data. ممكن بالمين تعملوا function print يطبع لكم الحكي هاد او انه يعني عادي تعملوا see out من المين نفسه. ويعطيكم العافية.